The thing is, this is the problem. Israel always victimizes itself, and I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. انا بعمل الفيديو دهوت مش علشان ان احنا نقول نفس الكلام المكرر والمعاد ان احنا بنساند اخواتنا في فلسطين، لان الفكره انا يعني الواحد في موقف مش محتاج ان هو كل شويه يثبت هو فين موقفه. انا مراتي بابا فلسطيني، وامبارح عمها اللي قاعد في غزه بيته تم قصفه وتم طالوا ان هم يسيبوا البيت. Israel wants you to believe that they are the victim. Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic psychopath. He fucks you up and then he makes you think it's your fault. Right, you look at Israel as Superman, but they're really homelander. فالواحد مش محتاج ان هو يعلن كل شويه فين مواقفه وفين انتماءاته، لكن اللي انا بتكلم عليه النهارده ان في معركه تانية خالص بتحصل في الاعلام الامريكي دلوقتي ان احنا لازم نبقى واخدين بالها منها. للاسف مع اللي حصل من كام يوم، اول يومين بقى في تقارير انتشرت مثل النار في الهشيم عباره عن ان في 40 طفل اسرائيلي تم ذبحهم وان في ستات تم اغتصابهم، وده موحش موقفنا جدا بره. طبعا في ناس طبعا يقول لك مش مشكله بره، لا بره مهم، لان لو تفتكروا لما من كام شهر او السنه اللي فاتت لما كان حصل هجوم بشع على غزه، التضامن العالم اللي كان مفاجئ لناس كتير جدا خلى اثر مده الهجوم ديت وخلى منظر اسرائيل وحش جدا. دلوقتي نتنياهو قوض المجتمع الاسرائيلي بان هو استولى على اختصاصات المحكمة الدستورية في إسرائيل، وكان في مظاهرات ضده لمدى أسابيع وشهور في اللي فاتت، والناس كتير جدا بتلومه على اللي حصل. لكن الفكرة بقى إن دلوقتي في موجة عالية جدا، الرئيس الأمريكي والنجوم الأمريكان في التوك شوز بيتكلموش إلا على حاجة واحدة، هو اغتصاب الستات وذبح الأطفال، اغتصاب الستات والأطفال. دلوقتي في تقارير مؤخرا طلعت بتقول إن الكلام ده ما حصلش وان دي بروباجندا، فده من الحاجات اللي يتم اتمنى ان الموجودين على الارض يقدروا يجيبوا ادله ان الكلام ده مش حقيقي. لان انا هنا هوت بعيد عن الكلام ده هوت، انا زيكم بتفرج على الفيسبوك وبتاع، فانا حتى ما اقدرش اطلع اقول تضامن كذا، هيقول لك الله طب والاطفال اللي تم اغتصابهم، هيقول لك غلط طب صح، طب غلط صح، مين الصح مين اللي غلط. فدلوقتي في ازمه كبيره جدا دلوقتي، ان الموضوع بقى مش عمليه ان هو هجوم وخدنا اسرى ولا هجوم وعملنا فيهم زي عشر اللي بيعملوه فينا، لا ده انت وانس انت دخلت في عمليه ذبح اطفال واغتصاب ستات، انت كده انت المناقشه بتاعتك خسرت. مهما كان وقع الظلم عليك وكلام من ده وبتاع، مش هتخلص، وهتبتدي بقى تجيب لهم بقى اصل بص اللي حصل في دير ياسين من 75 سنه واللي حصل والنكبه وكلام من ده، محدش هيسمعك، لان دلوقتي الموضوع ده هو ده اللي مسيطر على الناريتيف وعلى الحوار ده. فيمكن انا هدفي هنا ان انا بدل ما افضل اقول اصل لو انا كتبت بوست وكتبت فيديو من مليون الف بوست مش ده اللي هيفرق. الفكره كلها ان احنا الناس اللي موجوده على الارض اللي قريبه، حتى الناس اللي عندهم علاقات مع صحفيين اجانب موجودين، لازم يبتدي يتكلموا معاهم ويبتدي الضغط في كل مؤتمر صحفي سواء في اسرائيل في امريكا على التقارير ديت اللي حصلت على الانتهاكات ديت، هل دي حقيقيه؟ هل دي بروباجندا؟ لان ده هيغير الناريتيف وهيغير الحوار ده. ده هدفي من الموضوع. الفكره كلها ان انت سهل جدا ان انت تشيطن مجموعه من الناس، ان انت تقول عليهم حاجات معينه بحيث ان الناس تتقبل اللي يحصل فيهم بقى بعد كده. تدك بيهم الارض، تذبحهم، تحرقهم، كلام من ده وبتاع. فالفكره كلها دي معركه وعي ومعركه فين الحقيقه؟ الحقيقه فين في اللي حصل؟ والتقارير اللي طلعت واتنشرت بطريقه مرعبه جدا وبيبتدي يتم دلوقتي انكارها على استحياء. هو دي المعركه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وللناس اللي موجوده على الارض سواء اليوم سواء العرب او الصحفيين الاجانب، اتمنى ان يتم تفنيد او الكلام بكل صدق وشفافيه على اللي حصل ده، لان ده بيفرق كتير جدا. وتاني احنا مش عايشين في العالم ده لوحدنا، وانت علشان تغير الواقع على الارض انت محتاج العالم كله يقف معاك، مش تعمل حاجه لوحدك، لان انت اصلا الناس اللي موجودين في صفك يعني سايبينك. فده مهم جدا، ده الهدف بتاع الفيديو، ان انا اقول لكم ده الكلام اللي بيتقال، ده الناريتيف. كل كلامنا على الفيسبوك لبعضنا ده حاجه، والناحيه التانية اللي بتحصل حاجه تانية خالص 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 خالص. فده مهم جدا ان احنا نتكلم مع بعض، وان احنا نحاول نجيب الحقيقه من اللي حصل او اللي حصل في المنطقه، لان
لو ده الناراتيف اللي هيفضل ولو ده الحقيقه اللي هتفضل موجوده في وسط الناس، صعب جدا انت تكسب تعاطف ناس او انت تخلي الناس انها تغير الوضع، وهتفضل الناس تبعنا يتقتلوا ويتبهدلوا وحياتهم تنتهي من غير ما هيبقى فيه اي نصر تعاطف فيهم، طول ما الناراتيف والحقيقه دي او البروباجندا دي هي اللي موجوده في عقول الناس. فاتمنى تاني الناس الموجودين على الارض، هي دي المعركه الاوليه دلوقتي، ان احنا نوقف القصف ونوقف اللي بيحصل للناس في هناك في غزة، وان احنا نقول الحقيقة بتاعت اللي حصل الكام يوم اللي حصل في الاول.